البحث والدراسة والحديث عن المياه ذات المجرى الدولي المشترك تعني الحديث عن شريان الحياة النابض لتلك الدول وعن سلامة سيادتها على أراضيها ومياهها فضلا عن أبرز مقومات حياتها الاقتصادية. ونظرا لذلك يعد هذا الموضوع الأخطر في حياة الدول ومدى انسجام علاقاتها مع شركاتها في الممر المائي من الدول المجاورة له. وأنهار حدودية تنبع من إيران وتصب في نهر دجلة في العراق. إن الخلاف العراقي الإيراني حول بعض الأقسام من الحدود بين البلدين ليس بالأمر الجديد، إذ ورث العراق على الإمبراطورية العثمانية التي كان العراق جزءا منها. إلا أن الحكومة الإيرانية ظلت تخالف نصوص الاتفاقيات الواضحة وتهدف بذلك إلى تحقيق بعض المكاسب على حساب جيرانها. جامعة الموصل جامعة متميزة نشطة، اليوم لجامعة الموصل عدد كبير من النشاطات والفعاليات من إقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض الخيرية. قبل قليل كنا في كلية الآثار وندوة حول واقع الآثار في مدينة الموصل، الآن انتقلنا إلى كلية العلوم السياسية وندوة علمية عن موضوع هام جدا يمس كافة أبناء هذا الشعب وهو ملف المياه في العراق. هذا الملف الحساس جدا والذي يحظى باهتمام الباحثين والعلماء وأبناء الشعب بشكل عام. ضمن فعاليات هذه الندوة المتميزة إقامة معرض خيري يعود ريعه للفقراء والمحتاجين. هذه المعارض التي تقوم بها جامعة الموصل تعطي رسالة كبيرة أن جامعة الموصل عادت مرة ثانية لأحضان هذه المدينة وأحضان هذا البلد. من أبرز المشاكل التي يعاني منها العالم هي مشكلة المياه، لا سيما عندما يكون مجرى المياه مجرى مشترك بين أكثر من دولة، ودجلة والفرات نهران يشتركان فيهما أكثر من دولة، خصوصا دول الجوار تركيا وإيران، كلاهما ينبع من خارج العراق ولكن يمثلان شرياني الحياة للعراق. يتنبأ الكثيرين بأن الحروب القادمة ستكون حروب مياه، إذ ما تعززت العلاقات الدولية وتم تقاسم المياه وفق القانون الدولي بشكل منطقي وبشكل يسد الحاجة. تقيم كلية العلوم السياسية قسم العلاقات الدولية ندوتها 14 حول تنمية المياه وتنمية تحقيق التنمية المستدامة للمياه في العراق في ظل التحديات الإقليمية والدولية. لا شك أن موضوع المياه من المواضيع الشائكة بين العراق والدول المجاورة. هذه المشكلة المعضلة حقيقة لابد أن تحل. رأينا العلمي والقانوني هو نحو حل هذه المشكلة بالطرق القانونية والدبلوماسية. كفانا حروب وكفانا سفكا للدماء.